تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، عيد سعيد مبارك لمن لم نهنئهم بعد، كل عام وأنتم بخير وصحة ويسر وعافية. نواصل مشاهدينا حديثنا عن مستجدات المشهد السياسي والاجتماعي في الجزائر، ولعل أبرز ما نقف عنده وهو أمر مخيف، الأمر الذي أدى بكثيرين إلى دق ناقوس الخطر فعلا. الحديث هنا عن فيروس كورونا الذي عاود الانتشار بنحو فظيع مرة أخرى. غالبية المصادر تؤكد صعوبة الوضع الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية بسبب الاكتظاظ أولا، وثانيا لقلة الإمكانات والتجهيزات، خاصة ما تعلق منها بأجهزة التنفس والأكسجين. اللجنة المكلفة متابعة هذا الوباء ورصده سجلت 1305 إصابات و16 حالة وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 4042 شخصا، رغم أن هناك من يشكك في هذه الأرقام ويقول إنها أكبر بكثير بناء على الشكاوى والتذمر الكبير في التعامل مع هذه الجائحة عبر الوطن. سنتحدث مشاهدينا أيضا عما عرف بحملة القرصنة أو الجوسسة التي طالت حوالي 6000 رقم لشخصيات في هرم السلطة ولإطارات وسياسيين حتى في المعارضة حسب بعض المصادر. السلطات الجزائرية نددت بما حدث واعتبرت ذلك سابقة خطيرة، ثم أمرت المحكمة بفتح تحقيق حول هذه العملية. حقوقيا، ورغم صدور مرسوم العفو عن 11896 سجينا، إلا أن هناك من العائلات والمحامين والحقوقيين من وصفوا هذا المرسوم بالظلم الكبير لمئات الجزائريين أبقت عليهم السلطات في السجن، رغم أن ذنبهم الوحيد المشاركة في إحدى مسيرات الحراك السلمي، أو رددوا شعارات، أو حملوا لافتات، أو نشروا منشورات تنتقد السلطة انتقادا سلميا لا تحريضيا. نعطي الأولوية مشاهدينا للوضع الصحي. يعني وصلنا في واحد يعني في واحد لاغارد، يعني ما قديناش نستقبلوا لي مرض، يعني حبسنا تماما استقبال المرضى، حتى يعني الاكسجين لو كان يجوا الناس، يعني الاكسجين غادي يكمل، يعني ما قديناش، ما كاش حلول. حنا رانا في الميدان ورانا نشوفوا الحالات اللي راهي توافد على المستشفى، حالات تحتاج الى الاكسجين بنسب عاليه. داك عندك عبوه ربما في ربع ساعه 20 دقيقه. الطبيب كان يتحدث من مستشفى النجمه بوهران غربي الجزائر لقراءه لهذا الحدث الابرز هذه الايام الاخيره في الجزائر. نسال الله السلامه للجميع. معنا الدكتور محمد الامين شيبان، الطبيب المعروف معنا من ولايه ابن بواقي. دكتور، اولا لم نلتقي في مناسبه العيد، معليش نهنئك من جديد بحلول عيد الأضحى. ثانيا، ضعنا في صورة هذا الحدث، كيف هي الأرقام الآن؟ هل تحسنت؟ هل تضاعفت؟ ماذا عن الإمكانات؟ ماذا عن هذه الشكاوى وهذا الهلع الكبير وسط المواطنين بسبب عودة هذا الفيروس من جديد؟ السلام عليك أخي. عليكم السلام عثمان. مرحبا دكتور. عيدك مبارك. وأنت أيضا مبارك أخي عثمان، وعلى كل الفريق التقني للقناة الحبيبة قناة المغاربية. أود أن أترحم على مرة أخرى على كل الجزائريين اللي فقدناهم من خلال هذا الوباء الخبيث، وخاصة الأطباء. هل على راك على علم أخي عثمان أن منذ بداية شهر جوي رانا فقدنا أكثر من 15 طبيب، يعني تقريبا رانا وصلنا أكثر من 200 طبيب اللي تقدموا منذ بداية الجائحة هذه. فنترحموا عليهم جميعا، رحمهم الله جميعا. نعم، وكل التقدير للجنود الابيض، يعني لهم ما زالوا واقفين، بما ليسوا فقط اطباء، يعني تقصد الممرضين، الموظفين الصحيين وغيرهم. نعم، الطاقم الطبي والشبه الطبي. ايوه، والطاقم الاداري، كل العمال في المستشفيات، يعني بالتقدير والاحترام اللي راهم يواجهوا في الموت من اجل صحه المواطن. نعم، هذه لازم الدوله تقوم بهم وتعاونهم، وقد ما تدير عليهم قليل ثم قليل جدا. يعني فصراحة أخي عثمان، أيوة، الوضعية يعني أسوأ بكثير من الأرقام هذه المتداولة هذه. أيه؟ في التلفزة ومن السلطات هذه اللي تقولوا الأرقام هذه راهي بكثير، يعني بعيدة كل بعد، يعني على الواقع، يعني صراحة. يعني والسياسة اللي قامت بها سياسة لا بوليتيسيان حاولت يعني تطير الامور بطريقه سياسيه، يعني المفروض كانت تكون يعني واضحه مع شعبها،
كما رانا نشوفوا الان مع البلد الشقيق تونس اللي راهو يضحي صح. ولكن كانوا الحكم في تونس كان يعني حقيقه راشد، يعني كان يقول الحقيقه. ولكن يا دكتور كاين اللي يقول انه ربما رايحين للسيناريو تاع تونس. نشوفوا رانا في الطريقه هذه رايحين للسيناريو تاع تونس، ولكن الفرق ان في تونس هم الشعب راهم على علم ولكن امكانياتهم محدوده. اما احنا رانا بلاد اليورانيوم، بلاد البترول، بلاد الغاز، يعني ما نقدوش نقارنوا روحنا مع تونس ولا مع المغرب. هذا اللي للاسف يعني رانا في حاله المفروض يعني الان الضغط على الاكسجين، وكل مره يقولوا لنا ساعات الاكسجين مشكل في توزيع الاكسجين. اي فكرني في السبعينات يعني لما كانت مشكل توزيع في الحليب، يعني كان ازمه الحليب، كان وزير التجاره هذاك كان يقول مشكل في التوزيع. القضيه مش في التوزيع، القضيه راهي من بدايه راهي الازمه، المنظومه الصحيه كلها راهي ضعيفه. اذا الاكسجين ناقص حقيقه، رغم ان المجهودات راهي مبذوله الان، ولكن على مستوى المستشفيات لي كاناليزاسيون هادو ما كون فيتيوس راهم قدم باش يوصلوا الاكسجين الى المصالح يعني تاع الانعاش ينقص. بمجرد ما يمشي في لي كاناليزاسيون راه هنا ضعاف لي كاناليزاسيون. طيب دكتور مهم لمين، البارح حسب مواقع التواصل الاجتماعي كنت قد وقفت على نداءات للنجده من قبل أطباء، من قبل موظفين صحيين في مستشفى باينان في العاصمة، مستشفى سطيف، كلهم يطلبوا قرارات الأكسجين، يقولوا فيه نقص كبير، ما فيش تنسيق بين المصالح نفسها، بين المراكز نفسها في المستشفى الواحد. هذا الذي حدث في سطيف مثلا، رئيس مصلحة الاستعجالات يقول لست على علم بأنه ما بقى الناس أكسجين. ألي هذه الدرجة وصلنا في المنظومة الصحية؟ هذا الشيء اللي زرعناه، هذا واش نحن نقفوا الان. اكثر من 15 وفيات في الصيف، يعني هذا اذا المعلومه اللي عندي، يعني صراحه يعني سوء التسيير، يعني موفيز جيستيون، هذا هو اللي خلى الحالات راهي في تزايد. الضغط يعني في استهلاك الاكسجين، يعني اصبح يعني المصالح مملوءه. لعلمك اخي عثمان راهو ما كانش ولا بلاصه في المستشفى، اكتظاظ يعني، ما كانش يعني اللي راهو ما كانش راهو تو تي كومبلي يعني. وهذا ايضا اخي عثمان قله الوعي يعني ادى الى ارتفاع هذا الاصابات. يعني من جانب السلطه اللي راهي توبا بيان مدام لاماركيز، كانت رانا متحكمين في الوضعيه، رانا كذا، حتى المواطن كيشوف اللي كان ربعه خمسه سته وفيات يقول لك هذا ما كان حتى شيء، يعني حاجه في الوقت اللي هي اكثر منها بكثير. والان اذا رانا هذا الواقع. وايضا انا التساؤل يعني نسال نفسي، لماذا لما كانت اللقاحات غير موجوده يعني سناتي للقاحات يا دكتور محمد لمين، سناتي لمساله اللقاحات. فقد تكرم بالبقاء معنا، ساعود اليك بعد لحظات لنستمع لعبد المجيد تبون ماذا كان يقول منذ اكثر من سنه. رانا في مرحله ظروف، اعتقد اننا اذا تواصلنا بهذا المنوال، بهذه التضحيات وهذا التجنيد والامداد الحقيقي نتاعنا لكم، ان شاء الله من نهايه ابريل نتنفسوا الصعاب. طيب هذا ما قاله عبد المجيد تبون لاطباء كان قد زارهم عبد المجيد تبون في الايام الاولى، في الاسابيع الاولى لانتشار هذه الجائحه، جائحه كوفيد 19. ثم ماذا؟ وهذا في التسجيل اخر نلاحظ او نقف بالضبط عندما عما قاله في هذا اللقاء ايضا. لعلي نحن الامداد، احنا نعتبر نفسنا قوه امداد بالنسبه لكم. الشيء اللي توعدنا به راه بدا يوصل. اعتقد اليوم يا بوكو بليس دو تيست كسكيلياري. انا اعترف باللي في البدايه كانت عندكم صعوبات كبيره، لان ما كانت في حتى اجهزه الوقايه لا بالنسبه للممرضين ولا الاطباء. الحمد لله خرجت سلامات. اليوم الامور متوفره وستتوفر اكثر في شيء. طيب دكتور محمد لمين، اعود لك من جديد. هناك من يعلق يقول انه كل بدايه خاطئه تنتهي الى نتيجه خاطئه.
الاستراتيجية ينتقدونها، يقولوا استراتيجية وزارة الصحة في التعامل مع هذه الجائحة لم تكن مناسبة، لم تكن لائقة، ولذلك نحن نحصد ما زرعنا. هكذا يقول لست أنا، الخبراء والأطباء في الداخل وما أكثر أطباءنا في الخارج في كندا وفرنسا كانوا ينتقدون السلطة وقتها، ولكن عبد المجيد تبون كان يقول عنا الإمكانات عنا الأجهزة وبإمكاننا أنه نخرج من هذه الأزمة. كان يعلق يقول أنه أفريل حتى يجي أفريل تنتهي الأمور، أفريل تاع سنة 2020 كان يكون الكلام، نحن الآن في 2021، ماذا يمكن أن نقول إذا رجعنا شوية للوراء دكتور محمد الأمين؟ نعم أخي عثمان، هذه إمكانيات متواضعة جدا، يعني بالنسبة لبلد لغني إمكانيات متواضعة جدا، هذا نظر تابع للفساد اللي كان موجود في القطاع وعلى مستوى كل القطاعات يعني، وهذا هو عدم أيضا التفكير يعني الاستباقي، يعني عدم التفكير الاستباقي. نجني الان، هذا هو نجني الان الثمار، هذا ما زرعنا في السنين الماضيه، هذا هو هذا هو هذا هو الواقع. قله اذا وقله تنيل الاعتناء بالقطاع الصحي، يعني هل راك على علم اخي عثمان إيه؟ 8% من البيدجي جلوبال 8% قليل جدا في بلد مثل الجزائر، يعني 3.5 مليار 3 مليار ملاير ونصف دولار يعني سنويا، في الوقت اللي قطاع مثل القطاع بدون ما نذكروه اللي راه ينطلق اضعاف من القطاع الصحي. اذا هذا كل خلى الان رانا المواطن راهو يموت، الان المواطن اللي يتقاس بالكوفيد راهو يموت، ما كانش الاكسجين راهو يموت. وبالمناسبه نحيي لا دياسبورا يعني الجاليه الجزائريه الموجوده في فرنسا ومؤخرا يعني في نيس وفي مارسيليا بالتنسيق مع جمعيه العلماء راح يقوموا بارسال كميه هائله من لي كونسنتراتور دوكسيجين، وايضا في مدن اخرى يعني، وهذا الحمد لله الجزائريين يعني راهم مقدرين الظروف تاع خاوتهم في البلد، وهذا يخلينا كاين امل. ولكن رغم هذا منشاتنا راهي صحيه راهي العكس، كانوا يقولوا اني احسن منظومه صحيه راهي تماما، هذا اثبتت العكس ما كانوا يقولوا فيه. للاسف هذا هو الواقع، هذا واقع مر اخي عثمان، ونطلب من الله السلامه. هذا واش نقولوا للاخوان الجزائريين اللي راهم يعانيوا في المستشفيات. نعم طيب دكتور محمد الأمين، اذا بتكلم على ازمه الاكسجين هذه ما كانتش معروفة من قبل، ربما كان فيها نقص ولكن ليس لهذه الدرجة. هناك من عادي للملف التونسي يقول معليش يا إخواننا نتبرعوا نكونوا معاهم يد واحدة في هذه الظروف الصعبة، ولكن يقولوا ما تجوز الصدقة حتى تكفي بيت العيال، كيف بين عشية وضحاها نصير احنا في أمس الحاجة للأكسجين؟ وقبله بأسبوع كانت الجزائر تدعم تونس بهذه القرار القوارير من الـ من الـ من الـ من الأكسجين. أخي عثمان في البداية، لأن ما تنساش رانا مع لوفاريون دلتا، هذا لوفاريون هذا إلى ميوتي دونك متحور، هذا راه صعيب جدا يعني ينتقل بسرعة، وبالتالي يعني كانت في البداية اللي كانوا يمرضوا من السوش إنيسيال تاع الكوفيد تاع سكوف 2 هذا كانوا 5 لترات 10 لترات يكتفيوا ب 5 لترات 10 لترات يعني يرتاحوا به. أما الآن المرض هذا الى ميوتي المتحور هذا وصلنا حتى ل 30 لتر اكسجين في الدقيقه وفي السرير، يعني الضغط قوي جدا على مستوى المستشفيات. تصور اخي عثمان يعني في كل سرير لازم له دونك الاكسجين، والمريض راهو في الانعاش لازم له اكثر من 30 لتر في الدقيقه، كميه هائله من الاكسجين لازم له. إضافة على اللي سبق واش قلت لك انه اللي كانوا دوكسيجين اللي وصلوا الاكسجين المصالح هذه تاع الانعاش راهي تمشي ببطء، هذا كل لان المستشفيات قديمه وما كانش كانت العنايه الكافيه. نعم دوك الان المواطن المسكين راه يعاني، وهذا الشيء الاكسجين عاد الان تشوف القاروره تاع 15 لتر اللي تتباع في ولاد موسى تخرج ب 3 ملايين و 300 الف تقريبا، الان راهي ب 10 15 مليون يعني تتباع في السوق السوداء. وبالمناسبه انا نداء اخي اذا تسمح لي اخي عثمان اتفضل. يعني الجزائري المتواضع الان المحدود يعني المدخول
يعني البي سي ار ولي زاناليز راح يديروا مطلب ميدال للابوغاتوار يرحموا خاوتهم الجزائريين، لي لابوغاتوار داناليز يرحموا خاوتهم الجزائريين بالنسبه للتيست سواء السيروم انتيجينيك لي تيست انتيجينيك ولا لي تيست بي سي ار. يعني صراحه يعني يرحموهم، لان العائله ساعات ممكن ترقى في عائله واحده ثلاثه اربعه وهم مرض بالكوفيد، كيف يعني يواجه السكانير ويواجه لو تيست تاع البي سي ار؟ ولا صراحه رانا في ازمه كبيره، ممكن نطلبوا من السلطه باش تحط الامكانيات اللازمه من طرف السلطه باش تعاون طيب. هذا المواطن الضعيف. طيب يا دكتور محمد نبيه، ناتي الان الى مساله اللقاحات. اين تمت هذه المساله؟ اين تمت العمليه؟ يعني هل تمت؟ لا، هل هي في الطريق لنهايتها؟ اليوم قاعد نشوف انه جرعات اخرى حوالي 2,400,000 جرعه وصلت من الصين. هل التلقيح اكتمل؟ لا، لحد الساعه لا نعلم بالضبط كم عدد الجزائريين الذين تلقوا التلقيح، الجرعه الاولى والجرعه الثانيه. كثير من الدول قطعوا اشواط وخطوات كبيره في تناول او في تلقي هذا التلقيح، لكن بالنسبه للجزائر الامور ليست واضحه، ليس هناك شفافيه. يا ترى الحكومه اللي مقصره في مساله التحسيس والتوعيه والتوجيه بضروره تلقي التلقيح، او ان ابناء الشعب الجزائري هم متخوفون من التلقيح؟ هو صراحه من طرف السلطه راهي مشات ببطء، لما نقارنوا روحنا مع المغرب الشقيق يراهم الان في 10 ملايين، يعني ايزون فاكسيني بليس دو 10 مليون، 8 ملايين تقريب، يعني دو دوز وراهم في 10 ملايين اللي داروا دوز اون دوز. يعني حنا راهم يقولوا 2 ملايين، يعني لما تدخل المنظمه العالميه للصحه ما راناش مصنفين اصلا، يعني رانا بعيد كل بعد ورا زيمبابوي والرواندا والسيشيل في 64. تركيا راهي مصنفه التاسعه عالميا، 63 مليون من الاتراك اللي تحصلوا على الجرعه تاع الفاكسا. حنا رانا بعاد. هذا الجانب الاول، لان هذا كله يرجع للسياسه تاعنا الخارجيه اللي كانت ضعيفه جدا. لما نقارنوا مع السياسه المغربيه نقولوا صراحه رانا مسلمين وخوا، لازم نقولوا صراحه يكون دير لي كات فيريتي. كل شيء راجع للبوليتيك. كانت السياسه الخارجيه ضعيفه، ما عندهاش قيمه في العالم على مستوى، ولهذا ما قدرناش نتحصلوا الشيء اللي لازمنا كميه. وبالتالي الان فيه شويه امل، خاصه ان مؤخرا تم يعني ابرام يعني كونترا صفقه مع الصين سينوفارم اللي دارت مع المغرب، عندها تقريبا اكثر من عام، يعني هما بداوا الان راهم قاعدين يمشوا في الفاكسا هذا. اذا هذا ممكن كاين امل بالنسبه لهذا الامر. هذا واحد. الثاني كما تفضلت اخي عثمان، حقيقه المواطن كان متردد. لماذا متردد؟ لان فيه بعض حتى عند بعض الشخصيات العلميه المعروفه العالميه، كانت بعض الشخصيات كانت تقول يعني فيه ديزيفي سكوندير، فيه كذا، فيه يعني اصبح وايضا عدم التحسيس من طرف السلطه. يعني اذا اصبح المواطن لما يشوف يقول لك لماذا؟ لان يصرحوا بثلاثه وفيات ربع وفيات، ما كانوش يقولون الحقيقه، وبالتالي يقول لك عليها ندير لا فاكسيناسيون ما نديرش لا فاكسيناسيون. اما الان مؤخرا نروا الان اصبح المواطن اكثر وعي، والحل هو التلقيح، ما فيش نقاش. نعم. الحل هو التلقيح، والان اصبح الان المواطنين بمجرد ما يخرجوا من المساجد، في المساجد موجود هذا التلقيح هذا يقوم بهم السلطات. وهذا الشيء اللي خلى ممكن بعد لازمنا وقت، ولكن اون فابيي اللور تريبي، وربي يسترنا من هذا. امين. خليك معنا دكتور محمد لامين، ساعود اليك نواصل نقاش مشاهدينا بعد هذا التقرير. تعيش الجزائر حالة من الانفلات الصحي غير مسبوق، أودى بحياة العشرات يومياً. مئات الإصابات وفق الأرقام الرسمية التي لا تسجل إلا حالات الكشف بي سي آر. الأرقام غير المعلومة مهولة وتبعث على القلق الكبير، والمختصون يترقبون الأسوأ. أزمة أكسجين وطنية خانقة حبست أنفاس المئات من المصابين وتهدد المئات يومياً. ولا أمل في تحسن التكفل الطبي بالمصابين، ولا أمل للجزائريين إلا في الله ثم إرادتهم.
الجزائريون الآن يواجهون قدرهم، ولا خلاص ولا منجى لهم إلا في تكفلهم بأنفسهم. وعود توفير مزيد الأسرة والمستشفيات الميدانية وفي البواخر ظلت مجرد كلام. مواعيد وصول ملايين الجرعات من اللقاح وأجهزة الأكسجين مضت ولم تصل بعد. الحجر المنزلي الطوعي قدر الإمكان، ومضاعفة الحيطة وتوخي الحذر طوق النجاة. الوباء باق ويتمدد والتكفل غائب. فقوا أنفسكم وأهليكم كما نصحناكم من البداية. نرحب مشاهدينا بانضمام الدكتور محمد كواش لمزيد من النقاش حول هذه الوضعية الوبائية الخطيرة. كيف ترى أنت دكتور؟ دكتور محمد كواش، عيدك مبارك أولا. كيف ترى هذه الوضعية الوبائية أنت؟ كيف تقيمها اليوم؟ عيدك أسعد أستاذ عثمان، تحية لك وتحية دوفك. مرحبا بك. مرحبا. مرحبا. والله الوضعية الوبائية في الجزائر خطيرة وخطيرة جدا، في ظل تضاعف الإصابات والوفيات، والعدوى الآن منتشرة بشكل رهيب جدا، وخاصة مع انتشار كل من السلالة البريطانية وسلالة دلتا. هناك إقبال كبير جدا وتوافد كبير جدا للمحتاجين، أقول للمحتاجين أو للحالات التي يجب أن يتم علاجها عن طريق الأكسجين، وبالتالي توافد عدد كبير المواطنين على المستشفيات والعيادات المحلية للحصول على أكسجين، وهذا ما زاد في الضغط على المستشفيات. أكيد إذن هناك اكتظاظ وليس إشاعات دكتور محمد، حتى لا بعض يقول رأي إشاعات. أنت تؤكد كطبيب أن هناك اكتظاظا كبيرا في المستشفيات؟ أكيد هناك اكتظاظ كبير جدا 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 للحاجة للأكسجين، وبالتالي كل نقول بأن الإمكانيات الموجودة، لا نقول هناك نقص في الأكسجين، ولكن المشكل المطروح الآن هو العدد المحتاجين للأكسجين يفوق العدد الأسرة المزودة بالأكسجين، وهذا اللي خلق مشكل. وأغلبية المحتاجين للأكسجين لا يحتاجونه لفترة قصيرة ولكن لمدة طويلة، وهذا ما زاد الضغط وزاد المتاعب الصحية للمواطن. طيب، وكيف ترى الآن استراتيجية؟ هناك من ينتقدها يقول الاستراتيجية التي اتخذتها السلطة كانت خاطئة في البداية، لو استمعوا للخبراء والدكاترة ما كنا نصل لهذه الدرجة، كان هناك تحسن، إذا بنا نعود للمربع الأول، هكذا يقولون. نعم والله للأسف، نعم احنا كنا نأمل بأننا لا نصل إلى هذا الموقع الخطير جدا، ودخلنا في الموجة الثالثة من حيث الارتفاعات. وأكيد أن شهر أوت لم يكن بردا وسلاما على الجزائريين في ظل العدوى المنتشرة وفي ظل التجمعات العائلية التي كانت مرتبطة، ربما احتفالات البكالوريا عندنا كذلك احتفالات أيام عيد الأضحى المبارك وتزاور الأهالي والأقارب، مع عدم مراعاة بعض، أقول البعض أو الكثير منهم، للجانب الوقائي. كان كذلك هناك الأسواق الخاصة الأضاحي، كلها كانت فرصة لنشر العدوى. كما نعلم للأسف بأن السلالات المنتشرة الآن خاصة السلالة دلتا الهندية تتميز بسرعة الانتشار وأغلبية الأعراض، وهنا المشكل، هنا المشكل مطروح سواء في الجزائر أو في العالم. للأسف فيه ما يعرف بالخجل من الإصابة أو الخجل بالتصريح بالإصابة أو الخجل من العلاج أصلا، وبالتالي هناك الآن هناك الجهل متعلق بأعراض الإصابة التي في بعض الأحيان بعضهم شك بأنها مجرد نزلة برد أو ما يعرف عند بريح الصيف أو التهابة الحلق، ولكن في الأصل هي كوفيد-19. وهذا العزوف والتأخر على العلاج وعدم استعمال الكمامة في ظل التجمعات العائلية، أقول التي كانت كثيرة وكثيرة جدا سواء بالنسبة لخيم الأفراح وخيم العزاء، ساهمت بانتشار الوباء. إذن الوضعية خطيرة جدا، وقد يعني تعرف الوضعية الوبائية في الجزائر منحنى خطير في الأيام المقبلة. طيب ماذا عن، نعود قليلا للحديث عن الإيواء، مراكز الإيواء، طالما أنه أنت تقول فيه اكتظاظ فعلا في مراكز الاستشفاء والمستشفيات، وهذا ما أكده أيضا الدكتور محمد الأمين أيضا، لكن ماذا عن الحديث عن فنادق يجب أن تكون جاهزة لاستقبال المرضى؟ هناك من يتحدث عن بواخر، ولم لا، طالما البواخر الآن لا شغل ولا عمل لها لابد أن تستقبل مزيد من المرضى، هل هذا موجود فعلا في الواقع في الجزائر الآن؟ نعم، هو هذا ما طرحت به الحكومة الجزائرية، وشفناها يعني من خلال وسائل الإعلام التي أكدت إمكانية اللجوء لاستعمال الفنادق كما قلت أنها فارغة الآن وبعض البواخر، ولكن هذا يكون مرهون أولا، ما ننسوش الجانب التقني، هذا هو الشيء المهم جدا، الجانب التقني والمرتبط بالأطقم الطبية المؤهلة من جهة، وكذلك الإمكانية، لأن إذا كنا نتكلم على فندق أو باخرة يجب أن يكون فيها فريق طبي ويكون فيها أجهزة أكسجين، وبالتالي الآن
كان هناك وعود بإحضار أو باستيراد عدد كبير جدا من أجهزة الأكسجين المحمولة، وهذا قد يساعد، لكن الشيء في الميدان لم نرى بعد. يعني الآن أردنا هنا اليوم في هذا اليوم هناك اجتماع طارئ للمجلس الحكومي لاتخاذ القرارات التي من شأنها وقف العدوى، لأن العدوى هي المسؤولة الآن. وللأسف أتعامل في الميدان، الحالات المسجلة الآن ليست فقط للأشخاص المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، لأن سلالة دلتا الهندية عندنا فئة كبيرة جدا هم فئة الشباب. الشباب الآن عدد كبير منهم مصاب وحالات خطيرة جدا، لأن الحوامل الآن فيهم من تتوفى هي وجنينها نتيجة الإصابة. لأن المسؤولية يعني أكيد أن مسؤولية الدولة من جهة من خلال إجراءات الردعية والإجراءات الوقائية، وكذلك دور المواطن للوعي كما قلت لنحمي أنفسنا وعائلتنا. طيب دكتور الكواش، ماذا عن التلقيحات؟ هل وصلنا لاكتفاء فيها أم ليس بعد؟ لأنه اليوم أيضا الصين أوصلت حمولة أخرى حوالي 2,400,000 جرعة مرة أخرى. لسنا ندري الأرقام، ليست هنالك شفافية للوقوف عليها، هل هي دقيقة أم لا؟ في الوقت الذي نقول أنه المواطن الجزائري لم يقم بالتلقيح بعد، مازال استيراد هذه الكميات من التلقيحات. هناك أيضا كان حديث إذا تذكر أن الجزائر اتفقت مع الروس من أجل بناء أو تجهيز مصنع لإنتاج هذه التلقيحات، ولكن لحد الساعة ما زالت الكميات تأتينا من الخارج. نعم، نحن سمعنا مثلكم من خلال وسائل الإعلام وما صرحه وزير الصحة بأن أو وزير الإنتاج الصيدلاني بأن سوف يتم إنتاج اللقاح الروسي في الأيام في الأشهر القادمة، أظن في شهر سبتمبر أو حتى أقصى حد شهر ديسمبر. ولكن الشيء المهم الآن، وهذا من خلال الحوار اللي كنت أتابعه معكم قبل قليل، بأن الآن تغيرت ذهنية المواطن، لأن الإنسان بطبعه يراقب ويلاحظ ويقرر، وقرار المواطن الجزائري في الآن تغير تقريبا 360 درجة، بحيث بعد التخوف من اللقاحات وأثارها وما أشيع في وسائل التواصل الاجتماعي، الآن هناك إقبال، وهذا من خلال الميدان. يعني أشرح ما يوجد في الميدان، هناك إقبال الآن على المصحات الصحية العمومية، وكذلك حتى بالنسبة للفضاءات العمومية التي خصصتها الدولة كالمسابح في بعض الأحيان ومراكز الرياضية أو ما يعرف بالشاحنات الطبية والخيم الطبية التي تم وضعها في بعض الأحياء. هناك إقبال الآن كبير جدا، وتسجيلات الأرقام ليست كما ذكرت 100% كمعلومات دقيقة، ولكن الميدان أصرح أنا في الميدان بأن هناك إقبال. المواطن أن يسأل حول نوعية اللقاح المهم، وهل اللقاح تضر أم تضر، فيه تغير في الذهنية، وخاصة مع شفنا في الأيام الفارطة ما حدث في أوروبا بالنسبة بل الدورات الرياضية، وشجع المواطن لأن اللقاح ساهم بعودة الأنشطة الرياضية. وهو كذلك دكتور، شكرا جزيلا لك دكتور محمد كواش الطبيب، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نتابع هذه الكلمة لعبد المجيد تبون متحدثا عن المنظومة الصحية الجزائرية. لاجونس هذه أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن نظام المنظومة الصحية نتاعنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا، حب من حب وكره من كره، وكانت وليدة رؤية حماية المواطن، طب المجاني مثل ما كان طب مجانية التعليم مثل كذا، كانت ماشية استثمارات بآلاف الملايير. ما عدناش قرية اليوم اللي ما فيهاش يصال دسوة. دكتور محمد لامين، نعود لك من جديد. أكيد الجزائريون يتذكرون هذا التصريح لعبد المجيد تبون، وهو يباهي الأمم ويباهي الأمم الإفريقية والعربية والمغاربية بأن الجزائر لديها المنظومة الصحية أولى مميزة، ولكن ماذا عن هذا الاكتظاظ؟ ماذا عن قلة الإمكانات وكل ما يحدث الآن من مشاكل وأزمة متراكمة في هذا القطاع؟ ماذا يمكن أن نقول للجزائريين عندما يتذكرون هذا الموقف أو هذا التصريح لعبد المجيد تبون؟ الجزائريين متعودين لهذه التصريحات، هذا تعرف الرئيس الحالي ومن الرؤساء اللي كانوا يسبقونا والحكومات، هذا هو الكلام تاعهم، يعني بدون تعليق. يعني لاي ابسط مواطن يقدر يجاوبك اخي عثمان، ما تضحكوش مع رواحك صراحه. لا نعطيك مثل، علمت من طرف زميلنا الدكتور عبد الحميد مهني
أيوة. راه مقيم في سويسرا ونحييه نعم. بالمناسبة نعم. وهو صديق المغاربية أي نعم بيجي عندنا صرح أنه في سويسرا هذه باش نعطيك المثل تاع سويسرا أيه؟ لما وش بلد غني كما احنا الجزائر توفر حكومة سويسرية توفر لكل مواطن سويسري كل شهر 5 تيست غراتويتمون يعني لي تيست انتيجينيك تعطيهم 5 باش كل مره يحبوا يتاكدوا اللي اذا ما لم يصابونا من طرف الكوفيد يعني هذا جواب هذا جو يكفي يعني الحكام تاعنا يعني شوفوا وصلت سويسرا في هذا الميدان هذا اما لا 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 الكلام يقولوه حنا موالفين به ونعرفوه وعينا منه هذا هو اللي خلى المواطن الان ما يروحش ينتخب هذا انا شفت يعني بالنسبه للدستور او الرئاسيات او الانتخابات الشرعيه او الانتخابات يوم يوجدوها البلديه والولائيه او هذا جواب احسن جواب من طرف المواطن يعني هاي معلمين هذوك معلمين هذه موجوده نعم. كثير موجوده نعم. التقنيه اللي كنت تكلم عليها موجوده حتى في بريطانيا في الدول الكبرى وليس فقط في سويسرا لكن بالمناسبه دكتور محمد الامين ماذا يمكن نقول للمواطن الان صحيح ان السلطه مقصره صحيح ان السلطه دوما هي في مرمى هذه الانتقادات من قبل الجزائريين من حيث التقصير من حيث عدم توفير اللوازم ولكن ماذا نقول للمواطن الجزائري كان يقول لنا الدكتور كواش انه الاعراس ماشي عادي حفلات بالنسبه للناجحين في البكالوريا تلقى السواحل او الشواطئ ملانة بالناس مصطفين هناك ماذا يمكن نقول للمواطن الجزائري حتى يرتدعون من هذه الجائحه حتى لا تنتشر اكثر فاكثر مقصود الحل هو طرف السلطه تقوم بالواجب تاعها اذا 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 الشعب يعني المواطن باطنين ريكالسيتو ما حبوش يعني يتبقوا ومازالوا في حاله الارتخاء يعني وقاعدين ينتشر فيهم المرض ليهم ولابائهم وامهاتهم وجيرانهم فعلى السلطه ان تقوم بالواجب تاعها وبالتالي كما تفضل زميلي اللي كان يسبقني الردع يعني فواتر لو غوفرنمون دو اتر فيرم ما فيهاش نقاش يعني اذا لازم العقاب لازم يكون العقاب انا لاحظنا كما تفضل اخي عثمان في المقاهي الشيء البابيت ماهوش موجوده تروح البوسطه البابيت ما كانش يعني ما كانش خوف تماما يعني ما ناش نشوفوا كما كان في البدايه لما شويه طبقت الحكومه هذاك من طرف الشرطه الان ما رانا نلاحظوا اي حاجه راهو الان الوحيد اللي راهو يعاني هو الطبيب في المستشفى راهو يموت الطبيب والممرض والممرضه والطبيبه الان كل شيء راهو على ظهرهم هما اذا على المواطن كاينين بعض المواطنين نحييهم صراحه وراهم عارفين داركين الامر يعني كاين بعض المواطنين يشوفوا ما كانش يعني ما كانش مقابل كما في التعليم اخي عثمان اذا قسم ما فيهش المفتش المعلم والمعلمه يتراخي يعني لازم يكون المعلم ولازم يكون المفتش لازم كيف هي الامور عندكم يا دكتور محمد الامين؟ أنا مع المستشفى محمد بوضياف في ولايه مبواقي كيف هي الامور هناك؟ نفس الشيء كما في سطيف كما في مسيله كما في تبسه وهذوما الولايات الشرق اللي راهم يعانيو كثير هي سطيف ومسيله باتنا وام البواقي نفس الشيء راهم الموتى يوميا يموتوا يوميا اخي عثمان نعم. الاكسجين منعدم اذا كاين راني قليل جدا راهي الناس في حيره راهم صراحه نطلب اللطف من الله سبحانه وتعالى يعني صراحه مع ان الاطباء ما يقدروش لانهم الان الاطباء والممرضين هما بعد راهم اصيبوا من هذا المرض هذا كون يكملوا بالطريقه هذه راهم يروحوا المستشفى ما يلقاو لا طبيب ولا ممرض هل عليك على علم اخي عثمان ان حتى هذا المتحور هذا الميتون هذا انديان بيتا هذا قاس حتى الاطفال الثلث ليزيرجونس بيدياتريك يعني المصالح تاع الاطفال الجراحيه ليزيرجونس ميديكال اي بي بيدياتريك يعني تاع الاطفال الثلث هم راهم مقيوسين بالكوفيد يعني حالة راهي خطيرة جدا أخي عثمان ولهذا لازم الحكومة تأخذ في تدابير يعني صارمة أيه؟ وتعاقب طارئة لأن رانا في خطورة يعني صراحة أنا تفضلت أخي عثمان ونكملوا هكا رانا رايحين ليكزومبل تونيزيان وربي
يسترنا ويستر اخاوتنا التوانسه. امين امين. شكرا جزيلا لك دكتور. دكتور محمد امين شيبان كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك. نواصل النقاش مشاهدينا بعد هذا التقرير. سجلت الجمعة 27 غيابا طوعيا لمعظم المسيرات. الحراك الشعبي سجل صفحة ناصعة البياض في مسيرته الثورية السلمية الحضارية. كان الخطب عظيما هذه الجمعة الصعبة بتزايد عدد الوفيات وإصابات الوباء. اكتفى معظم الجزائريين بوقفات سلمية رمزية في بيوتهم وبعض الحدائق والفضاءات. لم يكن الحراك أن يمضي قدما في فعالياته، والجزائريون يواجهون هجمة وبائية فتاكة. في فقه أولويات الحراك الشعبي لا شيء يعلو على صحة المواطن ومصلحة الوطن. المواطن هو الهدف وحياته الكريمة هي الغاية، ولا يمكن أن يكون وسيلة لغايات. لا معنى لثورة لا تكترث بواقع المواطن ويومياته ولا تعدل أولوياتها وفق مصلحته. ولا خير يرجى من سلطة تعيش في كوكب آخر بعيدا عن الوطن فلا ترى مواطنيه. في الجمعة 27 أثبتت الثورة السلمية أنها من رحم الشعب، وأكدت السلطة السياسية أنها في واد خارج سياق التاريخ والشعب في واد آخر. نرحب مشاهدينا الكرام الأستاذة زبيدة عسول المحامية ورئيس اتحاد نجد التغيير والرقي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك وسجناء الحراك. والأستاذة زبيدة عيدك مبارك، كل عام بخير. عيدك مبروك الأخ عثمان ليك ولكل المشاهدين. شكرا جزيلا لك. أستاذة زبيدة نبدأ أولا قبل أن نأتي للحراك، نتكلم قليلا عن هذه الجائحة، ما رأيك فيها خاصة الانتشار الفظيع أو معاودة الانتشار الفظيع لهذه الجائحة هذه الأيام الأخيرة في الجزائر؟ الحقيقة هذا كان متوقع. لماذا؟ لأنه المفروض لما تكون وباء مثل وباء الكوفيد 19 اللي هو وباء عالمي، أيوة، الجزائر طبعا منظومتها الصحية ومنظومتها الإدارية ومنظومتها السياسية ماهيش يعني اون ادكواسيون، يعني ماهيش منسجمة ولا متوازنة مع المتطلبات تاع جائحة مثل هذه. شفنا باللي الكوفيد 19 حتى دول اللي كانت دول قوية وعندها منظومة صحية يعني فعالة اليوم صبحت لقات روحها في صعوبات كبيرة. دونك هنا الشيء اللي نشوفوه كاين عاملين، كاين العامل تاع السلطة اللي هي واجبها انها تعد استراتيجية لمواجهة هذا الوباء واستراتيجية فعالة، ولكن الاستراتيجية يتم إعدادها من طرف كل الفاعلين وكل بما فيها المواطن، يعني لابد تكون هناك سياسة إعلامية وتوعوية ويتكلموا مع الشعب باش تكون استراتيجية فعالة. مع الأسف هذا الشيء كان غير موجود. الآن مع ظهور هذا الفاريون جديد اللي راهم كل مرة يظهرون متحورات، فعلا ثاني كان 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 بعض التسيب حتى في السلوكات نتاع بعض المواطنين اللي يعتبروا باللي خلاص الكوفيد ما بقاش وما كانش يعني ما كانوش يحترموا الإجراءات الوقائية ولا الإجراءات الصحية اللي هي إجراءات معمول بها في كل دول العالم. الآن أستاذة زبيدة هناك كان معنا دكاترة يناقشون هذا المحور، يقولوا أنه البداية الخاطئة انتهت بنا إلى نتائج خاطئة. يقولون الجائحة هذه فعلا لم تشهدها الجزائر فقط بل معظم دول المعمورة، لكن للأسف هكذا يتأسفون، يقولوا الدول الكبرى خرجت من هذه الجائحة، صحيح في أضرار، صحيح في إصابات، في آلاف الضحايا، ولكن فيه تحسن كبير. لكن بالنسبة للجزائر كيف تعود للمربع الأول؟ هكذا يقولون، كيف بعد هذه الفترة الطويلة نعود للمربع الأول؟ في الأسابيع الأخيرة كان في 40 عدد الإصابات، أقصد 400-300، الآن فوق 1000، اليوم مثلا 1306، عدد المتوفين كان في حوالي 4-5 يوميا، الآن رانا بالعشرين 18-19، وبمعنى أنه عادت الجزائر للمربع الأول. لماذا؟ لا
نعتقد أصلاً نعتقد المشكل في بلادنا هو مشكل حوكمة. أيوة. يعني إذا كانت الدولة عندها إشكالية كبيرة في تسيير شؤون البلاد، تسيير كسوسوا في كل المجالات، كسوسوا من الناحية السياسية، راك تشوف الأزمة سنوات وهي تعصبت بالبلاد، ومع ذلك يعني عندك سلطة لا ترى ولا تسمع ولا تريد أن تسمع صوت الشعب. من جهة أخرى أيضا لما جات هذه الكارثة، ونعتقد باللي الرئيس كان هو الأول اللي تصاب بالوباء، وشاف باللي لما تصاب بالوباء يعني اضطر أنه يروح إلى دولة أجنبية باش يعالج. وهذا الشيء هذا مش جديد يعني علينا احنا. دونك الآن هذه الاستراتيجية اللي تم إعدادها في البداية، تم إعدادها طبعا في أطر مغلقة، يعني أويكلو في أطر مغلقة، لم يتم إشراك الناس اللي راهم في الميدان، الأطباء المختصين، النقابات نتاع المستخدمين نتاع الصحة، أيضا المجلس المنتخب المحلية، الجمعيات، المجتمع المدني. في كل دول العالم تم إعداد استراتيجية وطنية، وهذه أنا قلتها في 2020، قلت لابد من استخدام كل مقومات الأمة لمواجهة هذا الوباء، بما فيها المجتمع المدني، بما فيها حتى المواطنين، خصوصا من حيث السلوكات، خصوصا من حيث يعني توصيل الاحتياجات تاع المواطن باش ما يخرجش وما يديرش تجمعات إلى آخره. هناك تسيير، هناك استراتيجية لابد من إعدادها. يعني ما تقدرش تقول للناس اقعدوا في دياركم وانت ما عندكش منظومة تجارية اللي تقدر الناس يعني تستجيب لمتطلباتها العادية، أنه الإنسان رغم أنه كاين وباء ولكن لازم تاكل، لازم تشرب، لازم تعالج، لازم تخرج تخدم إلى آخره. دونك لازم منظومة متكاملة من جميع الجوانب. هذا الشيء هذا لم يتم إعداده، تمت في أطر مغلقة. واليوم فعلا شفنا رانا قاعدين نعيش نفس المرحلة اللي عشناها في بداية الوباء. بالضبط، أنت نحصد ما زرعناه. هكذا قال الأطباء، قال نحن الآن نزرع ما ما نحصد ما زرعنا. دكتورة وسيم، هذا إشكالية. دكتورة زبيدة، نأتي الآن للحركة الشعبي السلمي. طبعا هناك من راعى هذه الظروف العصيبة ولذلك تخلوا عن السير في مسيرات، اللهم عشرات المواطنين في بيجاية، ولكنهم في غالبيتهم بل قل كلهم كانوا متضامنين مع سجناء الرأي. سؤالي أستاذ زبيدة، لماذا استثنى مرة أخرى هذا المرسوم، مرسوم العفو لحوالي 11896 سجينا سجناء الحق العام لدروا كوما أطلق سراحهم باستثناء سجناء الحراك، رغم أن كثير من العائلات، كثير من ذوي هؤلاء يقولوا ما ذنب هؤلاء، هم فقط ذنبهم أنهم ساروا في مسيرة والعالم كله يشهد أنه الحراك في الجزائر حراك سلمي ديمقراطي، لماذا يبقى عليهم وراء القضبان؟ يتحدثون عن أنهم هؤلاء نشروا منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، انتقدوا السلطات انتقادا سياسيا سلميا، أو مثلا أو حملوا لافتة أو رددوا شعارا، فلماذا يبقى عليهم في السجن؟ وبالتالي فهم يتأسفون على هذه المناسبة التي مرت عليهم، مناسبة عيد الأضحى، وأبناؤهم أبقي عليهم في السجن. صحيح، احنا دائما نقولوا باللي رانا نبقى ونناضلوا حتى ما يبقى حتى سجين تاع الراي في السجون، وهذه المطالب تاعنا احنا كهيئه الدفاع والعمل اللي نقوم به في كل جهات الوطن. نحاولوا دائما قدام القضاة لما نوقفوا نرافعوا نقولوا يا ناس هذه راهي قضايا سياسيه وما عندها حتى علاقه مع المتابعات القضائيه والتهم اللي راهي موجهه لهذا الناس. ولكن مع الأسف مرة أخرى نعتقد باللي السلطات تاع البلاد ورئيس الدولة يتحمل المسؤولية، لأنه اليوم هو رئيس الدولة، يعني ما فهمناش هذا التوجه تاعو وهذه السياسة القمعية اللي راهو معتمدها، ما قدرناش نفهموها، لأنه حتى هو ما تخدمه لا هو ولا تخدم البلاد ولا تخدم المجتمع ولا تخدم سمعة الجزائر، حتى مقارنة يعني مع ما يجري في دول العالم ومع المنظمات الغير حكومية ومع الأمم المتحدة بالنسبة لمدى احترام الجزائر للحريات وحقوق الإنسان. يعني هذه ما تخدمش النظام، هذه السياسة القمعية، الكل قمعي هو بعد ما تخدموش، يعني بغض النظر على أن الناس هذو ما داروا حتى حاجة ليستاهلوا من أجلها باش يكونوا في السجون. ولكن أنا نعتقد باللي هذا دليل على الفشل الذريع
في اقتراح الحلول السياسية. ما بقاش قدام هذا النظام إلا الحلول القمعية، لأنه استحالة على رئيس الدولة أنه حقيقة يقوم بمبادرة سياسية جامعة لي يعني توضع حد لهذا التأزم نتاع البلاد. والتأزم هذا وين دانا؟ دانا إلى أنه البلاد أصبحت الآن غير قابلة للتسيير حتى من طرفهم. شوف في هذا الأزمة الصحية، كاش ما نسمع وزير يتكلم، كاش ما نسمع وزير أول يتكلم، كاش ما نسمع رئيس يتكلم، لم يظهر لهم أثر حتى في عيد الأضحى. أستاذة زبيدة، حتى في عيد الأضحى لم يظهر لهم أثر. تعود الجزائريون منذ سنوات وسنوات أن يروا رئيسا ما أو رئيس حكومة أو من يمثل الحكومة في الصف الأول يؤدون الصلاة، لكن هذه السنة ولا شخص يمثل الحكومة ظهر أو هن الجزائري، بل الأدهى والأمر هكذا يتهكمون على ذلك في مواقع التواصل. أستاذ زبيدة، أنه كيف يحيي الرئيس شعبه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يهنئهم بحلول عيد الأضحى عبر تويتر؟ لا، أنا ذكرتني نقول لك الحق، في عهد الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة كي كان مريض كل عيد يبعث لنا برية يقراها لنا واحد، يبعث لنا برية. هذه رانا رجعنا الرسائل، احنا الشعب خرج في 22 فبراير 2019 باش يقول لا للعهدة الخامسة. بصح لقينا رواحنا برك نوصلنا في العهدة الخامسة ولكن بأسوأ سلوكات واستراتيجيات قمعية اللي ما كانتش متواجدة في العهدة، يعني في العهد الرابع والعهد الثالث مع بوتفليقة. طيب. دونك هذا الشيء اللي مش مقبول. ما كان سياسة تواصلية، معناه كاين انقطاع تام بين السلطة الحاكمة في البلاد والشعب. الشعب هذا شكون يهضر معاه؟ شكون يتكلم معاه؟ شكون يهضر له على الأزمات اللي راهو عايشها؟ الأزمة تاع الماء، الأزمة الصحية، الأزمة السياسية، الأزمة الاقتصادية، وأزمة الأكسجين الأخيرة. شكون يهضر معاهم هذا؟ شكون يهضر مع الشعب؟ طيب استاذ زبيده، الحمد لله انه اذا عدنا الى ملف المعتقلين استاذ زبيده، وانت اكيد لديك ما تقولين في هذه المساله. هم يتحججون انه الذين اطلق سراحهم لديهم احكام صادره نهائيه ولذلك ينطبق عليهم المرسوم، مرسوم العفو، ولكن هناك من تحجج في الجهه الاخرى يقول لماذا يبقى على ابنائنا طول هذه الفتره ولم يحاكموا بعد؟ ويعطونا مثال على ذلك، محاد قاسمي نموذجا، هو من أضرار اعتقل في 20 جوان 2020، نحن الآن في عام 2021 لحد الساعة لم يقف بين يدي القضاة، بين يدي المحكمة. إذن لماذا هذه الفترة الطويلة جدا من السجن المؤقت في انتظار المحاكمات؟ وأعطيتك فقط مثال عن محاد قاسمي، هناك العشرات. لماذا يبقى على هؤلاء طول هذه الفترة لم يحاكموا؟ وعندما يصدر مرسوم يقول لا، هذا المرسوم لا ينطبق على هؤلاء لأنه لم يصدر حكم في حقهم بعد. هل القانون يجيز مثل هذه الممارسات؟ لا، شوف، هي كاين مسألتين لازم نتفقوا فيهم من الناحية القانونية. نعم. رئيس الدولة عنده الحق باش يدير ما يسمى بالعفو الرئاسي. العفو الرئاسي حقيقة مسألة مقننة في الدستور وفي قانون الإجراءات الجزائية. هذه تتعلق فقط بالأشخاص المحكوم عليهم بصفة نهائية والرئيس يدير لهم عفو، هذا مفروغ منها ومقننة. لكن الشيء اللي قام به الرئيس تبون سواء هذه المرة ولا المرة اللي قبلها في حتى في 5 جويلية بمناسبة 5 جويلية، هو أنه خرجوا مساجين اللي راهم في الحبس المؤقت واللي راهم مازالهم ما شرعوش وتم الإفراج عنهم. يعني هادو ما نقدروش نعتبروه عفو من الناحية القانونية. هذا نقدروا نصنفوه في خانة ما يسمى بلامنيستي، العفو السياسي وليس العفو القانوني المقنن. معناه لامنيستي ماهيش هي الشيء اللي هو نتاع تخفيض العقوبة ولا 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 الإفراج ولا لا لا، هذا عفو سياسي. وين ندير عفو سياسي؟ وأنا كتبت في الفيسبوك على هذا، قلت ما هي المقاييس اللي اعتمدها الرئيس ووزارة العدل في هذه المسألة كما نقولوا احنا الانتقائية؟ مثلا كاين ناس راهم مازال ما شرعوش، مازالهم راه الحبس المؤقت ورغم ذلك تم الإفراج عليهم في إطار هذه العملية هذه تاع العفو. ولكن كاين ناس، نذكر النساء، كاين عدة أمثلة، كاين علي خضيري أيضا. علي خضيري راهو بدا السنة الثالثة وهو في الحبس المؤقت، رغم أنه المحكمة العليا
يعني نقضت القرار تاع 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 غرفة الاتهام لقضاء بإحالته أمام محكمة الجنايات، ورغم ذلك لم تحدد له جلسة لمحاكمته في محكمة الجنايات وبقي في الحبس المؤقت. عشرات من المساجين تاع الرأي في هذه الوضعية هذه، وهذا الشيء بما ما يقدر يفهمه لا العقل ولا الإنسان القانوني ولا الإنسان السياسي. لماذا هذه الانتقائية؟ ما هي المعايير التي تعتمد؟ يعني أنت تدير عفو معقول حتى بالنسبة لزافيغ دو دغوا كوما، هذا من حق الرئيس، ولكن بالمقابل الناس هذه اللي راهم في السجون من أجل آرائهم، من أجل مواقفهم، لم يرتكبوا أي جريمة، لم يستعملوا العنف، لم يعني يمسوا بالأمن تاع البلاد، وعلاش يبقوا في السجن هذا؟ هذا الشيء اللي ما يقبلوش العقل، وما يخدمش حتى الرئيس، وما يخدمش السلطة، وما يخدمش البلاد. هذا الشيء اللي رانا احنا كل يوم الملفات اللي راهي عندنا احنا كمختصين في القانون وكمحامين نعرفوا باللي هذه الملفات فارغة، وهي متابعات سياسية بامتياز، وما عندها حتى علاقة مع المتابعات القضائية لكي وقائع تشكل جرائم. واليوم راك تعرف في التعديلات الأخيرة تاع قانون العقوبات، يعني في عهد وزير العدل الأسبق زقماطي، يعني كاين تكييفات قانونية خطيرة جدا، خطيرة جدا. أنك تقول كلمة مثلا تقترح صورة أو صيغة لحل الأزمة السياسية يقدروا يتابعوك بأنك يعني تنتمي ولا راك تدير في عمل تخريبي وإرهابي ضد البلاد. هذا مش معقول، هذا لأنه هذه القوانين هذه كلها قوانين غير دستورية، تتعارض تماما مع المبادئ الموجودة في الدستور الجزائري، والدستور تاع مجيد تبون ماهوش تاع إنسان واحد آخر. نعم، خليك معنا استاذ زبيده، ساعود اليك بعد لحظات. نرحب مشاهدينا بانضمام الاستاذ موسى تواتي رئيس الجبهه الوطنيه الجزائريه. استاذ موسى نرحب بك ونهنئك بحلول العيد، عيد المبارك، عيدك مبارك، كل عام وانت بخير استاذ موسى. عيدكم مبارك كل عليكم كل الامه الاسلاميه وبارك الله فيكم. شكرا لك استاذ موسى. كيف نقيم الوضع السياسي الان والمشهد السياسي؟ هناك من انتقد هذا الاستقبال ل محمد شرفي رئيس سلطة الانتخابات والحديث عن الانتخابات المحلية المقبلة وما إلى ذلك. في الوقت نفسه هناك الموت في كل مكان، هكذا يقولون، خاصة مع عودة هذا الفيروس المنتشر القاتل، هذا فيروس كورونا. هناك من الأطباء من كانوا ضيوفا معنا في الربع ساعة الأولى وفي النصف ساعة الأولى، ولا يتكلمون عن الاكتظاظ، يتكلمون عن الحاجة للإمكانات، هناك حالة الطوارئ فعلا، ولكن السلطة تفكر في الانتخابات المحلية الآن؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، توقع الأمر أن مهزلة الانتخابات التشريعية هي دليل ثابت بأن هذه الانتخابات لم ترتقي إلى أو الدولة لم ترتقي إلى الدول والشعوب المتحضرة التي تؤمن صوت المواطن الذي هو يعتبر في دستور، لأنه هو مصدر كل السلطات. وإذا به فإننا لم نمكن هذا المواطن الجزائري بأكثر شفافية وأكثر وضوح في هذه الانتخابات. فنحن منذ مدة طويلة ونحن نناضل ونحذر ونقول بأن لا يمكن أن نذهب في هذه الطريقة الأركيكية في تنظيم هذه الانتخابات. وكنا طلبنا في عهد عبد العزيز بوتفليقة أنه لا بد وضروري أننا نذهب إلى الانتخابات البيومترية والعدل الإلكتروني، لأن التزوير لم يترك مجال لرغبة المواطن الجزائري للذهاب إلى الانتخابات. والتضخيم الرقم الانتخابي فهذا يعني أن هناك شائبة أصبحت واضحة المعالم منذ أزل بعيد. وبالتالي فنحن نقول هذه الانتخابات لا يمكن أن تكون يستقبل السيد الرئيس شرفي أو لم يستقبله، حول ماذا سوف يتحدثون وحول ماذا يتحاورون. طيب أستاذ موسى، هناك من يقول أيضا أين هو التقييم، أين هي الحوصلة لما تم، يتكلمون عن الانتخابات السابقة، أليس من الأجدر أن نقيم الذي حدث؟ 81 من الجزائريين لم يكونوا مهتمين أصلا بهذه الانتخابات، لم يشاركوا فيها، كان هذا الذي مر ليس حدثا إطلاقا، وبالتالي فإن هذه المؤسسة اللي ظهرت من جديد يقول لسنا مسؤولين عنها، هذه غرفة البرلمان أو المجلس الشعبي الوطني
فيقول لسنا مسؤولين عنها، وبالتالي فهي ما تزال تنقصها الشرعية والمصداقية وما إلى ذلك. فكيف بالسلطة الآن تفكر في انتخابات محلية دون ما توافق، دون ما حوار مع الشخصيات السياسية، مع الأحزاب، دون ما تهدئة؟ هذه الأمور كلها غايبة. أظن المشكل اليوم في الجزائر هو مشكل اقتصادي محض، وثقة المواطن في الهيئات والهيئات التي تدير شؤونه أو تشرع له أو تمارس السلطة السياسية والسلطة الإدارية والسلطة فهذا هو المشكل. كيف يمكن أن نذهب إلى هذا؟ هل نبقى دائما في نفس الأسلوب وفي نفس المنطلق ونقول بأن هذه الانتخابات هي شفافة ونزيهة، ونقول بأن هذو ممثلين للشعب الجزائري، وأن هؤلاء لم يأتوا من أجل مصالحهم ومصالح من عينوهم، لا أقول من انتخبوهم، لأن الانتخابات هي واضحة لدى العام الخاص بأن العزوف كان قوي، وأن هناك في هذا موجود في ربوع العالم بأن هناك الحصة أو الوعاء للإنقاذ الانتخابات، ولكن الإنقاذ هو لا يتعدى في لدى الشعوب المتحضرة والمتقدمة 2-3%. احنا وصل الى 30-40%، هذا مشكل خطير، هذا تجاوز، لان انقاذ الدوله وانقاذ استقرار الدوله لا يمكن على حساب غالبيه الشعب الجزائري، وان من ياتوا بعد بالانقاذ عليهم ان يراجعوا كل مفاهيم. صح، نريد انقاذ الجزائر، نريد ان تكون هناك استقرار، نريد ان يكون هناك توازن في الدوله، ولكن عندما يرفض الشعب الانتخابات فمن جاءوا بالإنقاذ عليهم أن ينظروا إلى ما هي الميكانيزمات التي طيب. يجب علينا أن نخدم بها الوطن بوطنية وإعطاء الحق للمواطن الجزائري، ونسرع في إعادة النظر في هذه الانتخابات وفي الشؤون، تسيير الدولة الجزائرية انطلاقا من الإدارة التي تتسلط على المنتخبين وتتسلط على سلطة الشعب وهي خاضعة لأوامر إدارية، لأوامر أفقية لا ندري من أين أتت هذه الأوامر للإداريين ليديرون شؤون الدولة. طيب أستاذ موسى، ألا ترى بأن السلطة ألفت ذلك؟ هذه ممارساتها، ليست وليدة اللحظة، ليست وليدة اليوم، هذه منذ سنوات، منذ كان دحول قابلية وزير الداخلية، في ذلك الوقت كان هو وزير الداخلية يشرف على الانتخابات، كانت هنالك مقاطعة قياسية، ولكن هذا الأمر لا يعني السلطة. الآن هي كأنها تقول نحن نطبق خارطة طريقنا، مشينا انتخابات رئاسية جبنا تبون، مشينا للدستور عدلناه، رحنا للتشريعيات، ورحين أيضا نمشي للانتخابات المحلية، هذه هي الخارطة نتاعنا. ولكن متى تصبح الكلمة كلمة نظام ديمقراطي شعبي؟ هل نحن عندما اندلعت الثورة التحريرية ماذا في بيان أول نوفمبر؟ هو تأسيس دولة ذات بعد ديمقراطي اجتماعي شعبي. أين هي هذه الشعارات التي ضحى من أجلها الشهداء وكافح من أجلها المجاهدين؟ أين هذه المنطلقات التي بنيت عليها ثورة واسترجعنا سيادتنا؟ هذا هو اللب الحقيقي. فمن هل خدعونا أن من جاءوا بعد هم من أتباع لفرنسا أو أتباع للسلطة الفرنسية في الجزائر؟ هذا مشكل خطير. نعم، مشكل خطير يتخبط فيه الشعب الجزائري، ونقول لماذا الشعب استقال ولماذا أصبح لا كيف نعالج هذا المشكلة؟ قد يقول المشاهد موسى، كيف نعالج هذا المشكل؟ كيف؟ بطبيعة الحال نحن كنا ونقول وما زلنا نقول بأننا علينا أن نذهب إلى مرحلة انتقالية. أيوة. نذهب فيها إلى تحرير دستور شعبي، ويجب علينا أن نطرح السؤال للمواطن الجزائري قبل أن نذهب إلى الدستور، ما هو نمط الدستور الذي يرتضيه لنفسه، لأن الشعب هو السيد وهو صاحب القرار وهو الذي الباقي وليس الحكام الباقون. فمن يأتي بعدهم فهو مواطن جزائري، إلا إذا كان معينا من طرف في جهات أجنبية ومساند من قوات أجنبية، فهذا الشيء الذي يجب أن يكون، ونذهب إلى مرحلة انتقالية. في هذه المرحلة الانتقالية نذهب إلى استشارة الشعب في نمط النظام الدستوري الذي يرتضيه لنفسه، ثم نقرر، نأتي بدستور، ثم نطبق هذا الدستور على كل المجالس المنتخبة وعلى كل الإدارات والمجالس ومجالس تسيير شؤون الدولة. فهذا هو المنطق الأفضل
لإخراج الجزائر من الأزمة والتخبط الذي نتخبط فيه منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، لأن احتقرنا الشعب. لا نريد أن يكون أن تبقى هذا الاحتقار أبدي، نريد أن يكون الاحتقار أن تكون السلطة هي سلطة شعب، والاحتقار لا يمكن أن يمارس ضد الشعب الجزائري، وإنما يمارس إذا كان احتقار من يعادينا ومن يخالف مصالح دولتنا ومن يختلف يخالف مصلحة الشعب. فهذا هو الشيء. طيب سيد موسى، احنا نذهب إليه. ونعم خويا، هم أعلنوا أنهم سيحددون موعد هذه الانتخابات قريبا، أقصد الانتخابات المحلية ليزيليكسيون مينيسيبال، هل يمكن أن تشاركوا فيها أم تقاطعوها أم ماذا؟ شوف واقع الأمر، هذا الشيء لا يهمني أنا كشخص، لأن هناك قاعدة نضالية، والقاعدة النضالية لا بد أن تستشار ولا بد أن إذا كان رأيي شيء، أما إذا كان رأي الجماعة هو شيء آخر. أنا أمثل الجماعة ولا أمثل شخصي، فشخصي هو استشاري، فأنا أطرح بأننا لابد أن نقاطع، ولكن أنا أعي بأن هناك الأغلبية ستوفى. واضح جدا سيد موسى، لأننا علينا أن نذهب للانتخابات. واضح جدا سيد موسى، أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد موسى، يعطيك الصحة. شكرا جزيلا لك سيد موسى. موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. سيد زوبيدة، أعود لك من جديد، نريد رأيك حول التفكير المبكر في هذه الانتخابات اللي هي أصلا مبكرة، انتخابات المحلية، استقبال محمد شرفي من جديد دون ما تقييم ولا حوصلة ولا شيء لما حدث للتشريعيات. هم الآن ماضون نحو انتخابات محلية، وقالوا هذا وارد من زمان مش وليد اليوم، هذا موجود في خارطة طريقنا. لما جينا كسلطة جديدة كبديل للمخلوع بوتفليقة قلنا المرحلة الأولى تبدأ بالرئاسيات، ثم نعدل الدستور، ثم نمضي للتشريعيات. ها نحن بلغنا مرحلة انتخابات تشريعية المحلية. بعض السياسيين قالوا الموت في كل مكان في الجزائر، كان منفروض النوع لحالة الطوارئ، والجماعة يفكرون في الانتخابات المحلية المقبلة. هذه هي الإشكالية الكبيرة في بلادنا، هو أنه الرئيس ما هوش مهتم يعني بالكارثة الصحية، ما هوش مهتم بالأزمة الاقتصادية الحادة. من اللي جاء هو راح يقول لنا باللي راح يدير لنا يعني نظام اقتصادي جديد. ما شفنا حتى قرار على أرض الواقع فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية وكيف ننطلق في بناء اقتصاد جديد. أكثر من ذلك، يعني الأزمة السياسية عامين ونصف والشعب الجزائري خارج بالملايين في كل مناطق الوطن وفي الخارج بالنسبة لجاليتنا، والناس تعيط تقول المشكلة اليوم تاع الجزائر أعمق من أننا نختزلوها في انتخابات. والمشكلة الأكبر بالنسبة لي هو أنه الأولويات تاع ابن مجيد تبون هو أنه ما زال مصر على تنظيم انتخابات. كيف يمكن لأي عاقل أنه ينظم انتخابات بعد المهزلة الأخيرة تاع التشريعيات؟ يعني هما يقولوا 23%، أنا كي خرجوا النتائج في الجريدة الرسمية قريت وحاولت نجمع كل النتائج المتحصل عليها من طرف الأحزاب أو القوائم الحرة، لم تصل إلى أكثر من نسبة 5% من الهيئة الناخبة. كيف يمكن اليوم أنه تقول راني عندي برلمان وهو ما عندوش تمثيل شعبي، يعني ما عندوش شرعية شعبية؟ لأنه البرلمان موجودة في الدستور هذه باللي راهو اسمه المجلس الشعبي الوطني، معناه هناك تمثيل شعبي. هل يعقل أنك تحط نائب انتخب عليه عشرات من الأصوات؟ وش من مصداقية عنده هذا البرلمان؟ لا سيما وأنه هذا البرلمان راح يشرع لخمس سنوات في المجال الاقتصادي والاجتماعي وكل حياة المواطن والأجيال المقبلة. دونك يعني هذا ما كانش العقل. ومع ذلك وفي ظل هذه الظروف، أولا هذه الهيئة الغير دستورية سلطة، لأنه أنشئت في ظل الدستور القديم وهي كانت متناقضة تماما مع أحكام الدستور السابق، وظلت هذه الهيئة بعشرين عضو، يمكن هل يمكن أنها تشرف على تنظيم الانتخابات في ما يقارب من 60,000 مكتب تصويت عبر الجزائر؟
هذا الشيء مش معقول. وانا هذه قلتها قبل باللي ما زالت الاداره هي التي تنظم الانتخابات، وهذه السلطه تحط فقط الكاشي تاعها، هذا هو الواقع. من جهه اخرى اليوم الشعب الجزائري ينتظر في الرئيس يخرج يتكلم له على الاستراتيجيه تاع مواجهه الوباء. اي نعم. كيفاش نحبسوا ونقصوا من هذه الكارثه، وكيف نتكفل بالرعايه الصحيه للمواطنين الجزائريين والمواطنات، يجي يستقبل لي شرطي وكانه الامور عاديه ويقول راني نتكلم على الانتخابات. طيب استاذه زبيده، ثم انه هذه الهيئه لم تقدم تقريرها، هي المفروض تنشر تقرير حول كيف جرت الانتخابات وظروف الانتخابات ونتائج الانتخابات وكل ما تعلق بالانتخابات، ما شفناش التقرير هذا. طيب. بينما الدستور يلزمها انها تقدم تقرير بهذا الشان. دونك انا بالنسبه لي ما زال الرئيس في مساله تاع تعنت، هو في واد والشعب في واد اخر، والخاسر الاول والاخير هي الجزائر. نعم، ناتي الان استاذه زبيده لما عرف بعمليه السطو او القرصنه، حوالي 6000 رقم لشخصيات جزائرية، هناك من هم في هرم السلطة، لسياسيين، لفنانين، لشخصيات سياسية في المعارضة، وقرأت أنه حتى الأستاذة زبيدة السول رقمها أيضا ضمن هذه الأرقام المقرصنة، لكن لست متأكد من هذا. فكيف تقرأين هذا الذي حدث؟ السلطات الجزائرية على رأس الخارجية نددت بذلك وقالت هذه فضيحة بكل المقاييس، خاصة وأن هذه العملية اعتمدت على برنامج بيغاسوس اللي هو إسرائيلي، وهناك حديث عن تحقيق، هكذا يقولون أن المحكمة أمرت بفتح تحقيق حول ما جرى. فرنسا سبقت الجزائر وبدأت بهذا التحقيق، قالوا بأنه تحقيق معمق، ولكن بالنسبة للجزائر الأمور على استحياء هكذا يقولون. فأين هي، سؤالنا الآن، أين هي المؤسسات الأمنية الاستخباراتية الجزائرية للحيلولة دون وقوع هذه الكارثة؟ شوف، لازم نرجع شوية بالتاريخ. الحقيقة هو أنه الناس اللي كانت تروج باللي بوتفليقة راح يبني لنا الدولة المدنية ويقضي على القوة الإقليمية، تبين اليوم باللي اليوم بوتفليقة كسر كل المؤسسات الأمنية. وأنا من الناس اللي نقول الجزائر تحتاج إلى مؤسسات أمنية قوية، ولكن لماذا هذه المؤسسات الأمنية؟ لتحمي البلاد وتحمي الشعب، وليس باش تكون هي ضد الشعب. دونك هذيك التكسار اللي داروا بوتفليقه في العهدات الاربعه نتاعو هو اللي وصل انه البلاد اصبحت في حاله ضعف وهوان الى درجه انه يمكن اختراقها، سواء بهذه اللوجيسيال هذا بيجازيس ولا حاجه اخرى. الحاجه الثانيه اللي لازم نقولها من ناحيه المنطقية ومن ناحية الأمانة العلمية، الجوسسة والتصمت هذا شيء معروف وتقليدي منذ أن وجد العالم. يعني هناك عمل قديم، ولكن الوسائل الآن في القرن 21 تختلف لأنها أصبحت عمليات تكنولوجية حديثة. إيه. ولما أنا إلى الذكر جيت عندكم في فبراير 2020 بعد سنة من الحراك باش نقيموا سنة الثورة الشعبية، صحيح، كنت قلت باللي لابد على الجيش في القرن العشرين أنه يستثمر في الذكاء وفي التكنولوجيا بدل أن يستثمر في الدبابات وشراء الطائرات. نعم. لأنه اليوم الحرب تاع اليوم هي حرب معلوماتية، وكي نقولوا حرب معلوماتية ماهيش فقط من الناحية الأمنية، لأنه هناك أمن اقتصادي، وهناك أمن غذائي، وهناك أمن صحي، وهناك يعني الأمن اليوم أصبح الأمن القومي أمن شامل. وبالتالي أنا من البداية كنت أقول يجب على الجيش أن يغير، يدوا شونجي دو باراديغم، ما لازمش يبقى يدير المسألة الأمنية كما كانت زمان تاع القرن الماضي، لازم يدير أمن يتلائم مع القرن 21. نعم. مع الأسف اليوم هناك اختراق، لحد الآن احنا نقولوا ما زال ما تأكدتش صحة هذه التنصت الواسع والشامل، لأنه الجزائر يقال في التحقيق الذي نشر من وسائل إعلام معروفة ومشهورة وعندها صيت، ولكن
يقولوا باللي 6000 رقم هاتف 6000 من 50000 معناه 12% من مجموع الارقام المتصنت عليها. نعم. الان احنا ننتظر، انا تعرف انا قانونيه ما نقدرش نقول باللي هذه ثابته وواقعه، نقول اذا ثبتت هذه العمليه إيه؟ فهذا شيء خطير، لانه اين مؤسساتنا الامنيه؟ استاذه زبيده يقولون المشكله ليست في الارقام. استاذه زبيده يقولون المشكله ليست في الارقام، المشكله في هذه المعلومات التي سيتحصلون عليها، خاصه التي لها علاقه بالامن القومي، مما نملك من أسلحة، ماذا اشترينا، ماذا عندنا من خطط، هذه هي أهم شيء. يقول لك مش قضية أرقام ينتهي بسبعة ولا بستة ولا عرفنا الرقم مع من تحدث، ولكن يتكلمون عن الأمور السرية جدا جدا. طبعا هي شوف سي عثمان، المشكلة أنه هناك قوانين دولية، الدستور تاعنا أيضا يحمي الحريات الفردية والجماعية ويحمي خاصة الحريات الأساسية، ومن بين الحريات الأساسية هي حرية المراسلات، حرية المكالمات، وكذلك كل المعطيات الخاصة وكيفية استعمالها، هذه يضمنها الدستور. وعلى هذا أنا كدرت بيان باسم الحزب يوم الجمعة، قلت باللي رئيس الدولة ملزم أنه يحمينا احنا كمواطنين ويحمي معطياتنا الشخصية سواء كأفراد أو كمؤسسات أو كسياسيين حتى في المعارضة. إذن أنا نقول المشكل الحقيقي هو أنه كيف كانت مؤسساتنا اليوم يعني وصلت إلى هذه الدرجة من الهوان أنه يتنصتوا على كل القيادات عسكرية أو سياسية أو في الحكومة. ولكن نقول لك من جهه اخرى سي عثمان، نعم، انت تقول لي على الفتخة والاسلحه، ايه كل مؤسسه اللي تشري من عندها اي ماتيريال هناك ما يسمى بليفويت، يمدوا المعلومه. يعني الناس على بالها تمرير المعلومات، هذا اللوجيسيال بيجازيس، كيفاش عرفنا باللي راهو تاع اسرائيل؟ لانه يعني كاين معلومات خرجت، فهمت؟ دونك مهما يكن باش الجيش تاعنا يفهم باللي الامور تغيرت في العالم، مهما يكون البلد اللي تشري من عنده اي تكنولوجيا سواء كانت تكنولوجيا حربيه ولا تكنولوجيا اعلاميه ولا في اي ميدان من ميادين الحياه، حتى الانسان اللي بيع لك غدوه هو اللي بيعك، لانه المعلومه هذه عندها قيمه تباع. نعم تمام استاذ زبيده، لانه مساله تاع الليدرشيب، يعني كاين ليدرشيب، كاين تنازع على القياده بين الدول، ومن يصل الى المعلومه هو اللي يكون متفوق. وهو كذلك استاذه زبيده، انا اشكرك شكرا جزيلا، هذا الذي سمح به الوقت لمناقشه هذا المحور، شكرا جزيلا لك استاذه زبيده عسول، المحاميه ورئيس الاتحاد من اجل التغيير والرقي وعضو هيئه الدفاع عن معتقلي الحراك. الان مشاهدينا نشاهد هذا التقرير او نتابع هذا التقرير ثم نتكلم عن نتائج البكالوريا. تجاوزت نسبة النجاح في البكالوريا 61% لتسجل ثالث رقم قياسي. هذه إجراءات أخذت استثناءً لصالح أبنائنا وبناتنا لدعمهم، وكذلك أخذاً بالاعتبار الضغوط النفسية التي عاشوها وعايشوها مع هذا الوباء، رفعه الله علينا إن شاء الله. أما نسبة النجاح باعتماد هذا المعدل، معدل النجاح، نسبة النجاح الوطنية بلغت 61.17% من مجموع المترشحين المتقدمين لهذا الامتحان. يعود الفضل في كل ذلك لتعليمات التساهل في التصحيح وتخفيض معدل النجاح. السلطات بررت إجراءاتها غير البيداغوجية بالوضع الصحي الخطير الذي تعرفه البلاد، إجراءات استثنيت فيها امتحانات شهادتي التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط دون مبرر. لا يمكن للسلطات أن تدعي بأن تلاميذ الابتدائي والمتوسط لا يعانون من تبعات الوباء، ولأن الإجراء غير علمي وغير قانوني فقد أوعزت السلطة لأذرعها لتبرير ما لا يبرر.
اجتهد البعض لإقناع الجزائريين بأن التسهيلات المقدمة تصب في مصلحة التلميذ، وأن خفض معدل النجاح لا ينقص من أهمية الشهادة ولا يمس بصفتها امتحاناً وطنياً. المدرسة الجزائرية ليست الوحيدة التي تعاني من تداعيات الجائحة، وليست استثناءً. ومع ذلك تسجل الاستثناء الوحيد في إخضاع امتحان وطني لاعتبارات الجائحة. كثرة الناجحين في الباك لا يعني نجاح السلطة تربوياً ولا نبوغ الثانويين علمياً. معظم ناجحي دورة جوان 2021 فازوا بالباك بتقدير كورونا. نرحب مشاهدينا الكرام بانضمام الأستاذ سعود بوديبا القيادي النقابي المكلف بالإعلام في نقابة الكلام بيست معنا. عيدك مبارك أستاذ مسعود. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك أستاذ مسعود، يعطيك الصحة. بالخير إن شاء الله. آمين. نعلق على النسبة، نسبة البكالوريا وتخفيض معدل النجاح، ولكن السلطات تقرن ذلك بظروف هذه الجائحة، ولذلك كأن السلطة تكرمت على هؤلاء الناجحين. بداية عندما نتكلم على الأرقام، أيوة. 61.17% أشرتم في التقرير بأنها ثالث أحسن نتيجة في البكالوريا منذ الاستقلال، لكن هذه المرة أو هذه المرتبة جاءت بعد تخفيض المعدل، صحيح، إلى 9.5. سنة دراسية 2020-2021 فعلا كانت سنة دراسية صعبة، كانت تواجه عديد الصعاب وعديد الضغوطات وعديد المشاكل، وعشنا في شهر نوفمبر وفي شهر ديسمبر وفي شهر جانفي يعني أصعب مرحلة في جائحة كورونا. نحن في تلك المرحلة كنا نطالب بضرورة التكفل بأبنائنا التلاميذ نفسيا وبيداغوجيا وعلميا، كنا نتكلم على توفير المناصب المالية لتقليل الضغط على الأستاذ، لأن الأستاذ عاش ضغوطات رهيبة جراء المخططات الاستثنائية وجراء الوضع الصحي إلى آخره. وكذلك كنا نطالب بضرورة تطبيق البروتوكولات الوقائية الصحية بتوفير المستلزمات، لكن هذه الأمور يعني في عمومها كانت مشكل خلال السنة الدراسية. هناك تحدي من طرف الأستاذ لأجل استمرار السنة الدراسية، هناك تحدي من طرف الأستاذ من أجل إزاحة شبح يعني غلق المؤسسة التربوية، لأنه كانت تخوفات آنذاك، لكن بالمقابل ما شفناش بأن السلطات المعنية أنها ساهمت بتوفير الإمكانات المادية والبشرية المطلوبة. نعم. على مقربة من الامتحان كنا نطالب بضرورة أخذ بعين الاعتبار هذه الظروف والحالة النفسية من خلال أجواء الامتحان، من خلال مواضيع الامتحان، يعني من خلال المنظومة التقييمية، لكن نحن لم نطالب بتخفيض المعدل من 10 إلى 9.5. نحن قلنا بأن المواضيع كانت في المتناول، تسلسل أو بناء المواضيع كان تم مراعاة فيه يعني الوضع الاستثنائي أو الوضع الصحي الاستثنائي، أثناء التصحيح كذلك يعني تم التعامل مع سلم التنقيط بكيفية أن التلميذ ما لازمش يظلم وأن دائما الأمور تكون في صالحه. ونظن بأن هنا هذه الوضعية هي هنا يجب أن نركز على التكفل بالتلميذ بناء على الظروف، لكن أننا نخفض المعدل إلى 9.5 نحن لم نكن ننتظره، وكان مفاجئ بالنسبة لنا ولم نستشر في ذلك. ولكن أستاذ مسعود، هناك من يثير أيضا مسألة استثناء تلاميذ المتوسط، يقولوا ولماذا تلاميذ الابتدائي والمتوسط ألا يعانون أنفسهم من تبعات هذا الوباء؟ الآن طبعا أنا الآن رح يعني أتفضل
فكرة 9.5 ثم بعد ذلك نعود للتعليم الابتدائي والمتوسط. نعم. قديما في نظام البكالوريا في الجزائر كانت هيئة أساسية، هي هيئة بيداغوجية تسمى بهيئة المداولات. هيئة المداولات يعني بعدما الأساتذة ينهون تصحيح التصحيح، عندما تصب النقاط تجي هيئة المداولات. هذه الهيئة تتكون من أساتذة مصححين لكل مركز ومفتشين وأستاذ جامعي، دكتور جامعي يشرف على هذه الهيئة. ما هو دور هذه الهيئة؟ هذه الهيئة دورها أنها تراقب النقاط، بأنها أولاً هذه النقاط هي نقاط التلميذ حقيقةً، ما كانش خطأ في صب النقاط، إذا لازم نحميه، يعني لأن عملية لاسيزي، عملية صب النقاط ولدت لنا مشاكل كثيرة وشكاوي كثيرة وشكوك كثيرة في امتحان شهادة البكالوريا. إذا هيئة المداولات آنذاك كانت تراقب النقاط، وبالتالي حفظ حق التلميذ في مسألة النقاط، ما يكونش خطأ على مستوى صب النقاط. ثم بعد ذلك عندما نتأكد من كل ذلك يتم التصديق على هذه النتائج. تجي المرحلة الثانية، هي مرحلة التلاميذ اللي كان عندهم المعدل ما بين 9 و10. ما بين 9 و10 كانت واحد العملية بيداغوجية تسمى بعملية الإنقاذ. هذه العملية تبنى على أساس ما يسمى بالبطاقة التركيبية، لاتيش تانتاز. هذه البطاقة التركيبية تسجل فيها جميع ملاحظات التلميذ خلال السنة الدراسية، معناها نتائجه في الفصل الأول والثاني والثالث، سلوكه، المواظبة، مبادرته إلى آخره. إذن النتائج السنة الدراسية أو مساره الدراسي خلال السنة النهائية تكون مدونة في البطاقة التركيبية بما فيها المواد المميزة بالنسبة للشعبة التي ينتمي إليها. عندما يكون المعدل تاعه ما بين 9 و10 يدخل في دائرة الإنقاذ بناء على معايير علمية بيداغوجية. تدخل المواد، مواد اللي درسها ومعدلاته خلال السنة الدراسية تدخل في الحساب بقاعدة رياضية واضحة علمية، من أجل أن المعدل لما يكون عنده 10 إذن ينقد بالمعدل 10، والتلاميذ اللي ينجحوا ب10 ينجح وهو يفتخر بهذا المعدل لأنه مرتبط بمساره خلال السنة الدراسية. ما تكونش عنده عقدة، معناها أنا نجحت وعندي معدل 10 بناء على عملي خلال السنة الدراسية. نعم. وكانت هذه الهيئة البيداغوجية عندما تصادق على هذه النتائج كل الناجحين، يعني فكل الناجحين نجحوا في البكالوريا باستحقاق وبدون تشكيك. اليوم ومنذ يعني بدأ الاعتماد على الأرضية الرقمية حذفت هذه اللجنة، وأصبحت العمليات البيداغوجية تنتهي مع عملية التصحيح. اليوم أصبح لما نريد أن نغير المعدل من 10 إلى 9.5 هو قرار فوقي، قرار سياسي أو قرار إداري، وبالتالي إبعاد الهيئات البيداغوجية وأصبح من جميع الدوائر. طيب سلم سعود، واللي هي الآن لما نرجع بالنسبة للتعليم المتوسط والتعليم الابتدائي، أنا نظن باللي كان من الأولى أننا نأخذ بعين الاعتبار حامل اللي اجتازوا شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط. عندما ننزل المعدل مثلا نزلناه إلى 4.5 في الابتدائي و9 مثلا في المتوسط، هؤلاء التلاميذ راهم مازالهم عندنا. معناها التلاميذ اللي يطلع، واحد اللي يطلع ب 4.75 ولا 70 في الابتدائي لما يجي عندنا السنة الأولى متوسط، راهو في المنظومة تاعنا نقدروا نوضعوا منظومة يعني تصحيح، يعني للمرافقة وللمعالجة ولتصحيح يعني واستدراك المكتسبات القبلية، يمكن معالجة الأمر. لكن في البكالوريا كيف نعالج الأمر؟ واحد اللي يطلع بدون مستوى المطلوب كيف نعالج الأمر في الجامعة؟ نعم. والجامعة انتهى أمر المعالجة، الأمر هو أن الطالب هو المسؤول على نفسه، هو اللي لازم يجتهد، هو اللي لازم يبحث. ولذلك نحن قلنا بأن كان من الأولى أن هذا القرار مسعود يكون في شهادة التعليم الابتدائي وشهادة التعليم المتوسط، وإذا كان في البكالوريا لازم يكون بمعايير علمية مدروسة وبالتشاور وليس بقرارات فوقية. واضح سيدي الأستاذ مسعود، أنا أشكرك شكرا جزيلا. أستاذ مسعود بوديبة القيادي النقابي المكلف بالإعلام في نقابة الكنابيس، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. نختم مشاهدينا بهذه الوقفة التي كان وراءها ناشطون جزائريون في باريس العاصمة الفرنسية تنديدا بإيقاف الناشط إبراهيم الإعلامي، أوقفته قوات السواحل الإسبانية وسلمته للقوات الأمنية الجزائرية ليحقق معه في عين تيموشنت ثم يحول إلى سجن برج بوعريريج، وأكد ذلك هو لأبيه ولمحاميه.
أريد أن أذكر المشاهدين بأن الوقفة نفسها نظمت أيضا في برشلونة في إسبانيا وفي موريال بكندا وكذلك هنا في لندن. شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والمشاهدة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.